السلام عليكم. زي ما شفنا في المحاضرات السابقة، بيم سينك ده موقع بتقدر ترفع الموديل بتاعك اونلاين وتشاركه والناس تكتب كومنتات. طيب لو انا عايز اخد سيكشن فيه، فانا هاجي اعمل سيلكت كده ورايت كليك واقول له اد كليبنج بلان بالشكل دوت. هقدر ان انا اسحب السيكشن بالشكل ده واقدر اشوف سيكشن جوه المشروع بتاعي بالشكل دوت. طيب ممكن اجي مثلا هنا واقول له انا عايز هنا اد كليبنج بلان بالشكل دوت. يبقى انا عندي هنا سكشنين اهو بالشكل دوت وبالشكل دوت. اقدر اسحب اخد سكشن 3 دي في قلب المشروع بتاعي زي ما انت شايف. ممكن في اي لحظة اعمل سيلكت واقول له ريموف كليبنج بلان فالغي السكشن. ممكن اجي بقى على مثلا ديت رايت كليك واقول له سكشن توب اند بوتوم، فيبدأ يعمل لي سكشن فوق وتحت بالشكل دوت. طبعا اقدر اتحكم فيها وبرضو اقدر ادوس رايت كليك واقول له ريموف كليبنج بلان.